شكري، ظهير الايسر، رجب نبيل، ماشي الاهلي، رجب نبيل برضو احد اللعيبه الاساسيه برضو ماشي، حمدي علاء من اللعيبه برضو الاساسيه في خط. طب ليه عبد الكبير وادي ما قدرتش تحافظ عليه؟ عبد الكبير ليه كيس معين يعني، عنده السنه دي اخر سنه، السنه دي اخر سنه و... واحنا محتاجين نعمل دخل للنادي بشكل كبير جدا. والعرض اللي اتعرض عليه 17 مليون ده برضو عرض كبير جدا. وعبد الكبير كمان يعني طلباته السنه الجديده طلبات يعني امكانيات كبير. كبيره جدا يعني. فاحنا لينا يعني حاطين سقف معين بنتحرك فيه في التدعيمات بشكل كبير جدا. ففضلنا ان احنا نجدد في طموح في لاعبين جيدين ونعوض الكلام ده بتواجد بواتينج، بتواجد نادي، بتواجد حسين فيصل. يعني انا قصدي المكان متغطي بشكل كبير جدا حتى على مستوى قطاع الناشئين، في ولاد برومزج وقاعدين في المكان ده بشكل كويس جدا جدا. فاحنا يعني امننا نفسنا بشكل كويس، استفدنا من الناحيه الماديه ودخلنا دخل للنادي بشكل كويس. وكمان ان شاء الله مش هنحس بالنقص ده في خلال المباراه باذن الله.